الشعر هو عشقي على مر الأزمان، أطرب المسحوبة وغنيه سامر، الشعر لي اسم وديرة وعنوان، عامر وبرضه الشعر لي بيت عامر. من بلد الإيمان والحكمة ومن ساس الأصالة، من سباب القيس، من مهد الحضارات العتيقة، من أراضي ذي زن حمير وهمدان البسالة، من بلاد جن فيها المجد وضحت له عشيقة، من جذور الأوس والخزرج مهاليل الرسالة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين ومتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. وفاة شاعر المليون اليمني عطشا في صحراء شبوة. وإلى التفاصيل، توفي شاعر يمني معروف عطشا في صحراء بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن. وأفادت مصادر محلية بوفاة الشاعر عامر بن عمرو بالعبيد الملقب بشاعر المليون بعد أن ضل طريقه في الصحراء نتيجة العطش في حادثة تعد الثانية من نوعها خلال أيام. موضحة أن الشاعر عمر بالعبيد توفي عطشا في صحراء العقلة بمديرية عرمة بمحافظة شبوة، حيث كان في طريقه من محافظة حضرموت إلى محافظة شبوة. وأضافت المصادر أن الشاعر كان قد توجه من شبوة إلى حضرموت وعاد إلى شبوة قبل 3 أيام، إلا أنه تاه في طريق العودة عند مفرق عرماء باتجاه العقلة وانقطع التواصل به لمدة 2 يوم. ووفق السكان فقد بدأت عمليات الباحث عنهم فور فقدان الاتصال به ليتم العثور على حقيبته وهاتفه في طريق عرماء باتجاه العقلة. وبعد تتبع الأثر عثر على جثمانه وقد فارق الحياة، مشيرين إلى أن حالة من الحزن عمت أوساط أبناء محافظة شبوة فور انتشار نبأ وفاته المؤلمة. وتأتي هذه الحادثة بعد أيام قليلة من وفاة المواطن عبد الله مبارك العبيدي الذي توفي عطشا في صحراء عارين شرقي محافظة مأرب بعد أن علقت سيارته في رملة أم التل. ويعد الشاعر عامر بن عمرو بالعبيد أحد أبناء محافظة شبوة، وقد ضاعت شهرته بعد حصوله على المركز الثاني في مسابقة شاعر المليون عام 2008. انتقل بعدها إلى الإمارات حيث قضى سنوات عديدة قبل أن يعود إلى اليمن في عام 2021. إنا لله وإنا إليه راجعون. أشكركم على حسن متابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.